في يوم من الأيام التقيت بطبيب أمريكي مسلم بيقول أنا جئت جاي من أمريكا إلى مصر، بيقول أنا جئت لأقول للمسلمين هنا حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، أنتوا سايبيننا ليه؟ ده أنا ما أسلمت إلا صدفة، هذا تعبيره. قال أنا طبيب بروح المستشفى أعمل عمليات، وفي يوم من الأيام كنت عائدا من المستشفى وأنا مش قادر أفتح عيني ومش عارف أشوف قدامي، في كل يوم أرجع من هذا الطريق سنة سنتين ثلاثة سنوات أربع سنوات ولم ألاحظ أبدا إلا وأنا تعبان مش قادر أفتح عيني. فنظرت يعني في على مبنى من مباني الطريق الذي أمر منه في كل يوم وأنا بهذا التعب، فلفتت نظري لافتة لم أرها من قبل مكتوب عليها الله، الله واحد، واحد، الله ليس الله له مثيل، الله ليس له ولد. قرأتها ومضيت وذهبت إلى البيت، وعادة عندما أعود بهذا التعب ألقي نفسي فلا أشعر. يقول فذهبت ووضعت وألقيت نفسي على الفراش فلم أستطع أن أنام طوال الليل. الله أحد، الله أحد، الله ليس له ولد، الله ليس له مثيل، له مثيل. هذا الكلام أنا يعني هو في داخلي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الكلام أنا يعني هو في داخلي، لكن أنا لم أرى، لم أسمع من يقول به من قبل. من الذي يقول هذا؟ قمت ولبست ملابسي وانطلقت بالسيارة وعدت إلى المبنى الذي شهدت عليه هذه اللافتة وطرقت الباب ففتح لي رجل عجوز، نعم، يقول فسألت أنتوا مين يعني مين؟ معلش اللي بره ده مين اللي بيقول الكلام اللي بره؟ كلام المعلق ده من الذي يقول؟ قال له ايه اللي بره؟ فخرج ياه كأنه قال هي اللافتة دي لسه موجودة. قال له ده يعني دي ده مسجد وده الإسلام بيقول كده. إسلام؟ إسلام ايه عندك كلام بيقول الكلام ده يعني موجود؟ قال له في مصحف بس تدفع ثمنه. طبعا هذا الآن الحمد لله مش موجود، المراكز الإسلامية بفضل الله تعمل، إنما في هذا الوقت قال له عندي مصحف بس هات، عايز تاخد الهداية. شوف يا أخي والله كن كانت الأجيال تفرط والله، إنما أراد الله بنا خيرا. فيقول فدفعت له ثمن المصحف واخدت مصحف مفكك من بعضه كده قديم وأخذته، يعني طبعا ترجمة الآيات الإنجليزية. يقول وقرأته وفي كل صفحة أشعر أن شيئا يدخل بداخلي بقوة. يقول حتى إذا ما وصلت إلى آخر صفحة وجدت الآية على رأسها تقول قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، لم يكن له مثيل، لم يكن له مكافئ، لم يكن له ند، لم يكن له كفوا أحد. يقول فوجدت نفسي أصرخ بصوت عال الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونزلت ونسيت حتى أن أقرأ السورتين الباقيتين اللي فاضلين، ونزلت بالسيارة وذهبت وطرقت الباب على الرجل وقلت له ماذا يفعل من يريد أن يؤمن بهذا الدين؟ ودخلت في الإسلام، ثم اشتريت تذكرة الطائرة وجئت إلى بلادكم أقول لكم حرام عليكم.